الشاعر التونسي سامي الذيبي ولد بقرية حاسي الفريد من مدينة القصرين بالوسط الغربي التونسي في 30 من أيار عام 1982 في عائلة تتكون من 10 أفراد. درس الابتدائي والأساسي بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى مدينة القصرين حيث أكمل دراسته الثانوية عام 2004، وواصل تعلمه الجامعي حيث حصل عام 2008 على شهادة البكالوريوس في التنشيط الشبابي والثقافي، وحصل على شهادة الماجستير في العلوم الثقافية، ويعد رسالة دكتوراه في العلوم الثقافية. يعمل بوزارة الثقافة التونسية في المركز الثقافي بحمام الشط، كما يعمل ويراسل عددا من الصحف والمجلات العربية. ومن أعماله: كأني أرمم هذا الخلود في طبعته الأولى عام 2010، كما وصدر له كتاب شعري تحت عنوان من دروس في الفشل. سامي الإنسان في الحقيقة هو ذلك الطفل الذي ترعرع في الوسط الغربي التونسي في مدينة ريفية تعد أفقر مدينة في تونس. هو ذلك الذي يحلم دائما أن يخدش حياء العالم، ذلك الذي يؤمن أن لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. هذا هو بكل بساطة ما يمكن أن أعبر به أو أفسر به هذا الإنسان الذي أكونه، ولكن الدارسون لشعري سيقفون حتما عن مساحة الإنسان التي نحاول أن نضيء عتماتها في كل الوجود الإنساني. حاز الشاعر التونسي سامي الذيبي على أكثر من 100 جائزة أولى وعديد التكريمات في الشعر في تونس وفي الوطن العربي، ومن أبرز مشاركاته كانت في مسابقة أمير الشعراء، وهو شاعر ومناضل نقابي وناشط في المجتمع المدني. قرأ شعره في اتحادات الشغل والجامعات وعديد المهرجانات الوطنية والعربية، شارك في أغلب المسيرات الاحتجاجية في تونس ومدنها وخاصة في القصرين. تعرض لمضايقات بوليسية في عهد الرئيس المخلوع بن علي، وتم منعه من السفر للمشاركة في مسابقة شعرية عام 2008 خارج تونس. لحظة يكتظ العالم بالحزن وبالقسوة، وتحتاج لمن يقرأ صمتك فيزيد الصمت عليك. لحظة يكتظ العالم بالحزن وبالقسوة، وتحتاج لمن يقرأ صمتك فيزيد الصمت عليك. ستفهم كم أنت وحيد، كم أنت وحيد، وكم غادرك العالم هازئا. ستفهم كم سرت وحيدا تدمع في العتمة لحظتها. ستعرف كم كان يمكن أن تحضن أمك أو أخواتك الخمسة أو أخويك، كم كان يمكن أن تتحدث بما تشاء دون بروتوكول أو خوف من سوء الفهم. كم ستكون أنت شابا وطفلا في نفس الوقت. ستعرف حين يفيض حزنك أنهارا كم سيغرق الأصدقاء الانتهازيون والخونة، كم سيغرق الشعراء والكتاب. ستعرف لحظتها أن العالم مملوء بالوحشة وبالخوف. سامي الذيبي وبخطه الثوري تخطى عتبات الممنوع ليصل إلى كينونته التي أجمع عليها النقاد المتابعون للأدب التونسي بأنها مزيج من التحدي والمعاناة، واحد من مجموعة أصوات سعت إلى درء القهر والاستبداد النفسي والاجتماعي الذي عاصرته تونس والعالم العربي أجمع. أنا أعتبر أنه هناك العديد من الشخوص الذين كانوا لي منارات أو قدوة أو إضاءات، أضاءوا لي مناخات معينة في هذه الحياة، أولها التجارب الحياتية. وعيك الأول بعالمك، بواقعك، بمن يحيطون بك، ثم
يعني تأتي هالة الشعراء وهالة الفلاسفة وهالة شعراء المتصوفة وهالة السهروردي ويعني ابن عربي وهذه الطاقات الروحانية المتعالية جدا، وتأتي أيضا رحلة تكونك أصلا، تكونت في عائلة صوفية تنتمي للزاوية القادرية، عائلة يعني تحفظ القرآن في ريفها، يعني في عوالم من صوفية محددة. كبرت وجدت ألبير كامي كتابه موت الإله، وجدت نيتش، وجدت فلسفات وجودية، وجدت يعني وبدأت رحلة البحث بين هل أكون أنا أم أنتمي لمدرسة العبث ومدرسة الواقع ومدرسة التمرد على الواقع. لأنه الإنسان الذي لا يقول لا سيظل خاضعا، سيظل محتلا ولو احتلالا داخليا. ويا حمام زارة طارت للعالي العالي تشكيلو يا لميمة ويا يما العالي تشكيلو يا العالي تشكيلو يا زهري ويا يما كنت طفل في ريف، كنت بائع سجائر في المقاهي في ويعني وكنت صبي يعني تقريبا مشروع مجرم. لم أكن أعتقد يوما أن أكتب الشعر أصلا، لكن أنا من عائلة تقول الشعر الشعبي التونسي، ولنا أحد من العائلة من أهم شعراء تونس. مرة قال لنا أستاذ اللغة العربية في وأنا عمري تقريبا 15 أو 16 سنة، من يكتب قصيدة سيشارك بها في مسابقة الشعرية. فكانت أن كتبت أول قصيدة في حياتي عن بحر الرمل، والقصيدة هذه عندي معها طرفة، وأنا كتبتها قبل أن أجي إلى فلسطين على في مقال موجودة. ذهبت إلى مدينة القصريين، أخذوني إلى مدينة القصريين التلميذ كي أقرأ القصيدة. فلما نادوا باسمي ذهبت إلى المصدح وحملت معي كرسي بلاستيكي ووقفت عليه كي أصل إلى طول الميكروفون والمصدح، لأني كنت نحيل البنية وصغير الجسم. فضحك الجمهور من طرف الموقف. قرأت قصيدة كان عنوانها أين أنتم يا عرب. قصيدة تتكون من 9 أبيات عمودية، وكانت تتحدث عن أطفال فلسطين. الجمهور بعدين قالوا كنا نعتقد أنك ستقرأ قصيدة عنوانها بابا ماما محفظتي مدرستي، يعني أنت لي. فأنا كنت لا أقرأ طبعا، أنا لم أقرأ أصلا، كنت أكتفي ببعض الدروس في المدارس والمحفوظات المعروف الرصافي أو بعض، يعني كان نسق عادي جدا، لم أكن أهتم بالقراءة أصلا. حتى لما كان الأساتذة في القسم يعطونا قصة قصيرة أو رواية كي ندرسها أعطيها لأختي الأكبر مني سنا، أقول لها اقرأيها ولخصيها لي حكيا، يعني حتى القراءة. كتبت أول نص عن فلسطين، أخذت الجائزة الأولى عن مستوى وترشحت به، ومن ثم بدأت المسيرة الشعرية. يعني في مفارقة عجيبة، وكأن الشعر جينيا، وكأني أيضا القضية الفلسطينية هي ترغمنا وتلزمنا على الحضور في اللاوعي. وجدانية القضية الفلسطينية المنصهرة في ثنايا القلب أثرت وبشكل متعاظم على كل من استسقوا الأدب في عالمنا العربي، ومما لا شك فيه أن سامي الذيبي واحد من هؤلاء الأدباء الذين تربوا ومنذ نعومة الأظافر على تخليد الوجع والترديد بحرقة لما قاله شاعرنا الفلسطيني الكبير أبو سلمى: فلسطين الحبيبة كيف أحيا بعيدا عن سهولك والهضاب. فلسطين عربية وكذا ستبقى. فلسطين هذا المزيج بين بيرزيت مدينة مسيحية، وأنا الأمس صباحا شربت
قهوة في مقهى الانشراح، وهذه حدثني صديق القاص زياد خداش أنها كانت مسكنا ومدينة الإخوة المسيحيين. حبيت أتطرق إلى هذه المسألة لأنه مهم جدا أنه الإخوة المسيحيين والمسلمين العرب ظل يعني يد واحدة من أجل دحر الاحتلال. كلنا نؤمن، وأنا اليوم لأول مرة يعني أخرج من رام الله إلى جنين، ومرينا تقريبا 2 أو 3 حواجز أمنية. لا يمكن أن يبقى إنسان، أن يبقى إنسان، لا يمكن أن يواصل إنسان حياته وهو يعيش في كابوس الرعب والخوف، وكذلك المحتل يعيش في كابوس. يزداد الحنين قسوة في كل لحظة يقضيها هنا، يطويها كطي الحبيب لمكتوب وليفته كي لا تضيع بين فراغات المكان. كيف لا وهي فلسطين التي يخشع الأدباء في حضرتها؟ يزداد الحنين حين يتلذذ باللقاء مع أستاذ هنا وأديب صديق هناك، أو زيارة تمحي عناء الحل والترحال يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء جمع ما بين العقل والفؤاد ليكون عنوانه كسر الحصار ولجم الأخطار الملفقة التي يروج لها العالم حول أرضنا هذه. نحن جئنا بالرغم كل ما نحمله من حب ومن متابعة منذ نعومة أظافرنا للقضية الفلسطينية، إلا أننا اليوم ونحن هنا نحمل فكرة أخرى، نحمل أملا قويا أن جنود الاحتلال يطوقون على أنفسهم هالة من الخوف والكوابيس والرعب، وأنهم سينفجرون ذات لحظة على أنفسهم، وأن الاستقلال سيأتي حتما لا محالة. شكرا. أنا يعني ابن إيديولوجيا قومية عربية، واضح؟ يعني تكوني لما كنت طالب ابن بيئة قومية عربية، وأؤمن دائما وشعارنا دائما هو تحرير فلسطين، واضح؟ لكن أنا حسب اعتقادي بعد فترة من الزمن دائما كل ما نتطور على مستوى المعرفة ونكبر سنا إلا ويتطور أيضا وعينا بالحياة وبالواقع. أنا أؤمن جيدا أن السنوات هذه السنوات الخمسة الأخيرة فلسطين تقدمت كثيرا على المستوى الدولي، وخاصة الاعتراف بها، وكل مرة دولة يعترف مجلس النواب دولة بدولة فلسطين، بدولة فلسطين كرسي في الأمم المتحدة. هذه أعتبرها بعيدا عن الشعارات الفضفاضة ويعني التي تعودنا عليها والخطابات القديمة، فلسطين تسير بخطى ثابتة، وأعتقد أن هذا الهدوء هو الذي يخيف المحتل. يعني ثق وتأكد أنه ستأتي لحظة مثل ما انفجرت الشعوب العربية ضد الطغيان، ويعني هو دائما الضغط 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 يؤدي للانفجار، وهذه حتمية كونية والحتمية الجدلية التي تحدث عنها كارل ماركس، يعني حتمية جدلية تاريخية، يعني ما فيش هروب من الانفجار، سيأتي الانفجار حتى من داخلهم. ثق وتأكد انه الاجيال هذه الاجيال، انا مع عقلية قتل الاب مثل ما يقول فرويد في علم النفس، لكن ابائنا دائما على رؤوسنا، لكن انا مؤمن ان هذه الاجيال الجديدة هذوما هما من ليست لهم مقدسات، ما عندهمش مقدس، لذلك بالنسبة لهم لا يمكن أن يخاف من الرصاصة، ولا يمكن أن يخاف من محتل، ولا يمكن أن يخاف من الدبابة، ولا يمكن أن يخاف من حاكم ولو عربي. يعني لما يصير التقدم نحو الوطن، نحو تحرير الوطن، سيصير ذلك. كأني أرمم هذا الخلود والتي وصفها الشاعر سامي الذيبي بالمحاكمة الوجودية التي لا إطار زمني أو مكاني لها، يمثل الشاعر فيها متهما باسم جيل كامل وباسم الإنسانية في محكمة قاضيها غيبي مطلق،
وشهودها من الأنبياء والرسل الذين وعلى حد وصفه الأقدر على تحمل أعباء الإنسان وبلائه. وفي محاولة لدمج قصصهم بواقعنا المعاصر وجعلهم طرفا في المحاكمة، جاءت كأني أرمم هذا الخلود. كتبت كأني أرمم هذا الخلود، هو قصيدة واحدة وضعت فيها هذا الشعر الذي هو الذي يمثلني. في محكمة كان القاضي حيدي، كان الشهود في أي محكمة شهود، لكن هؤلاء الشهود كانوا الأنبياء منذ آدم عليه السلام حتى خاتم الأنبياء والمرسلين. نزل الواحد تلو الآخر، كل يروي ما حدث له وكأنه يعيش في واقعنا هذا، وكأنك أنت تصير الشاعر النبي المبتلى الطاغية، يعني تصير صراع نفساني في النص، ينتصر نهاية النص إلى هذا المؤمن الذي هذا الإيمان الداخلي، وينتهي النص بالانتصار إلى الإيمان. سامي ذيبي، والذي يعرف بإلقائه الشعري المتميز، يلقي حبكة نصه بتخريجة أرقى وأجلى للمستمع، صوت يساعدك على عدم نسيانه، والذي كلما مر بأمسية شعرية تلمس صداه عمقه الشعري والثوري في كل النواحي والدروب، تاركا التساؤلات والنهايات مفتوحات على مصير مجهول ومعلوم في آن معا. أغدقت في الشرب حتى فاض النيل من كأسي، أغرقت جميع المراكب كي أنتشي، أنا آخر الواصلين، بي رعشة الفجر، جمعت في صدري محطة العشاق، ووحدي حطت رحالي وشمة وموسيقى، دمعتي صار أشرعتي ابتسامة الانتشاء، أدق أوتادي بغلظة البدو ورهبة الماء، أشد وثاقي كأفعى تقتل فريستها، لن أسد مسمعي، لن أغمض عيني، سوف أسمعها تغني وأراها ترقص في الغيم، ترقص في الغيم، أنا هكذا منذ بدأت سكرتي الأولى وفاضت الأقمار، خبأت نجمتي في القلب حتى إذا ما ترنحت سكرانا وفاض النيل عن كأسي، سوف تبقى نجمتي دليل الواصلين عند الفجر. وفي ظل ما يعيشه العالم العربي من ركود في القراءة وإقصاء وتهميش، حالة تعكس ومن خلال وجهة نظر الكاتب رداءة المشهد الثقافي العربي، حيث إن للكل دخلا في هذا الوضع سواء من قريب أو من بعيد، فالأنظمة السياسية والمؤسسات الإعلامية والبرامج التعليمية باتت تسلط الضوء على مدخلات تكاد لا تقارن بالمخزون الثقافي الذي لا يجد متسعا له في سيل ما يتلقاه المواطن العربي. نحن وربما من قرأ إدوارد سعيد، من قرأ الثقافة والمقاومة، من قرأ كتاب الاستشراق خاصة، يفهم أن هذا الغرب الذي نمط هذه الصورة وصغر هذا الشرق وصنع شرقا متخلفا انطلقت علينا نحن أيضا الحيلة، وبمثقفين وبمبدعين، وكأننا صرنا نكرس هذه الرؤية، وكأنه كل ما هو جديد وكل ما هو إبداع وكل ما هو فكر عالي وكل ما هو اختراع مهم لابد أن يأتي إلا من الغرب، وهذا خطأ فادح، ونحن ندفع الضريبة اليوم، ندفع ضريبة. أنا مرة أتحدث مع صديقة فرنسية قالت لي، يعني هي منبهرة وتقول لي أنت شاب تونسي ما زلت يعني في ريعان الشباب وأنت شاعر مشهور وهذا جميل جدا. فقلت لها ليش، أنا بالعكس أنا الآن في بيت إيجار وأعمل كي أسدد فواتير الكهرباء وفواتير الضوء يعني والماء والخضار، يعني الحياة بائسة جدا. قالت نحن في فرنسا أو إذا سمعنا بمكان يجلس فيه فيلسوف أو شاعر نحاول ألا نقلقه ونتعامل معه كوم بوكي دي فلير، قالت بالفرنسية مثل باقة الزهور، ونحاول يعني وكأنه ملاك وكأنه نبي، هكذا يتعامل مع الشعراء في الغرب ومع المبدعين في الغرب. أما نحن تجد شاعر معناها أحيش في شعر انتحر، في شعر مات وهو على قرع الطريق، في أشياء يعني مهينة جدا نحن نعيشها. وللأسف دائما أعود، نحن أمة لا تؤمن
بالطاقات الحقيقية، بطاقاتنا المبدعة إلا إذا اعترف بنا الآخر. للأسف الشديد. لماذا أراك وحيدا؟ مثلما تفشل العربات التي تحمل الجند في تكتيف أعالي الجبال، جبال تفخر شامخة بغموض مسارب، كالأهرام تعلق في التاريخ غموضا من زمن، كالأهرام تعلق في التاريخ غموضا من شجن، الماعز يمضغ أشواك الصبار، فشل الثوار يخيطون العلم الوطني، وحزن النار الذي يسقل الريح من تحتنا قلقا، أصعد الجبل الواثق الرؤيا، لم أكن فاشلا في الصعود في عيون الصمود، ولكن طيرا أثث في زرقة الكون لوحته الفنية، أقصد سجنه يسألني عن رفاق الطريق وأسباب الالتفاف على الذكريات. لماذا أراك وحيدا إذن؟ قلت لا شأن لك، حادثته بالأغنيات. أنا حدثت معي حادثة، وحادثة هي غيرت كثيرا من حياتي. أنه سنة 95 تعرضت إلى مرض في الكبد، ففي مدينة القصرين في الوسط الغربي التونسي كانوا ينتظرون أن يأتي طبيب جراح من تونس العاصمة كل أسبوعين إلى مدينة القصرين ليجري عمليات جراحية. وأنا أحمل من غرفتي عاريا مغطى بغطاء أبيض هو شبيه بالكفن، وكان الممرض يحمل بالسرير إلى غرفة العمليات. تلك المسافة من الغرفة إلى غرفة العمليات، المترات المعدودة، وكأنك تشاهد شريط حياتك كاملا يعود إليك بسرعة عجيبة جدا، وكانه مشهد يعني. وكنت عشت هذه الحالة، أن تستفيق وتجد نفسك عدت إلى الحياة، أو أن تستفيق وتجد نفسك غير موجود في هذا العالم. ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا قدمت لأمتك؟ ماذا قدمت للإنسانية جمعاء؟ لا شيء. ومن هنا يعني تمت العودة إلى الذات، أو محاسبة الذات، ودفعها على أن تخدش حياة هذا العالم مثل ما قلت. وبنغمة الإصرار المتواتر في كتاباته، ترى أن الشاعر سامي الذيبي يترك المساحة تلو الأخرى للمنطق والعقل، يقينا أنهما مفتاح العملية الإبداعية. فالصدق وكمال الإنسانية بوابة يمر من خلالها العمل الإبداعي ليصل إلى الجميع ويأسر القراء.